السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام، شابات العالم وشبابه. على مدار 4 أيام اتحد العالم بشبابه على أرض السلام شرم الشيخ من أجل التحدث والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار بحثاً عن عالم أفضل. وقد كان الجميع على قلب رجل واحد، وجمعهم هدف مشترك، وهو محاولة صياغة مستقبل أفضل وعالم بلا حروب أو نزاعات تمنح فيه فرص متكافئة للجميع. وامتلأت قاعة المنتدى بالطاقة الإيجابية، بالأمل، بالنور الذي يشع من نفوس شباب العالم وعقولهم. تنوعت الحوارات والمناقشات، واختلفت الآراء والأفكار، وكان هذا أحد أهداف منتدى شباب العالم، أن نختلف ونعتاد تقبل اختلافاتنا في حين نتفق على أننا كلنا إنسان. أكثر من 45 جلسة شملها منتدى شباب العالم، تناول خلالها الشباب أبرز القضايا والتحديات والموضوعات التي كانت محل اهتمام العالم. تحدثنا عن سبل مواجهة الإرهاب، وعن اختلاف الحضارات والثقافات، وتحدثنا عن أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، وعن ريادة الأعمال والابتكار وكيفية النهوض بهما، واستمعنا إلى أفكار الشباب ورؤاهم بشأن تلك الموضوعات. وكانت من بين الفعاليات المميزة ما قدمه الشباب في نموذج محاكاة مجلس الأمن. وخرجت تلك الجلسات بتوصيات أغلبها سيكون أساساً لقصص نجاح جديدة ستصاغ في المستقبل القريب. ولما لا؟ فمنتدى شباب العالم خير دليل على قدرة الشباب على إطلاق الأحلام وتحويلها إلى واقع ملموس وناجح. قد يعتقد بعضنا أن اليوم هو نهاية منتدى شباب العالم، لكنه ليس كذلك، بل هو بداية. بداية لطريق لا نهاية له من التواصل المستمر بين شباب العالم للخروج بأفكار جديدة كل يوم تساعد على تحقيق الهدف الأسمى والأهم من هذا المنتدى، وهو أن يعم السلام كل شعوب الأرض، وأن ينعم كل إنسان بحياة أفضل. منتدى شباب العالم كان مجرد فكرة، والفكرة من دون تنفيذ لا قيمة لها. وقد حرص أصحاب الفكرة على تعظيم قيمتها، فنفذوا فاعلية كانت محل إبهار وتقدير لكل الحاضرين والمتابعين. هؤلاء الشباب هم بكورة برنامج نفذته الدولة المصرية من أجل إعداد الشباب المصري للقيادة، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي ظهر منذ حوالي 2 عامين، ظهر إلى النور وضم شباباً مصرياً من جميع المحافظات المصرية دون أي تصنيف أو تمييز أو تفرقة. وتلقى هؤلاء الشباب محتواً علمياً على مدار شهور أعدته مجموعة من الخبراء المصريين المتخصصين. وقد تخرجت 2 دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وكان طلابه طاقات إبداعية استفادت ولا تزال تستفيد منها الوزارات والهيئات والمحافظات المصرية. وكان من بين هؤلاء الطلاب طاقات لا حدود لها، عملت ليلاً ونهاراً على إعداد منتدى شباب العالم والتحضير له وتنفيذه.
من 7 شهور فاتوا في مؤتمر الشباب الدوري في الإسماعيلية جمهورية مصر العربية، كانت الفكرة اللي طرحناها لدعوة الشباب العالم إنهم يجوا أرض السلام مصر للحوار. حدث ضخم زي ده إحنا كلنا فخورين إننا نكون جزء منه، ونقدر نقول إن منتدى شباب العالم قدر يحجز ليه مكانة على أجندة المحافل الدولية على مستوى العالم، وده نتيجة للطلب من المشاركين إنه يكون انعقاده بشكل دوري. وباسم شباب العالم بنشكر كل اللي حضر المؤتمر وشاركنا في تحدياتنا، وباسم شباب مصر بنشكركم جميعا على الحضور وتلبية دعوتنا، شرفتونا بالحضور في بلدكم الثاني مصر. حابين نلخص اللي دار خلال 5 أيام من فعاليات منتدى شباب العالم ونشارككم شوية أرقام وإحصائيات خاصة بالمنتدى. على سبيل المثال، عدد المتقدمين لحضور منتدى شباب العالم من خلال موقعنا الرسمي على الويب سايت بتاعنا تجاوز 233 ألف متقدم لحضور منتدى شباب العالم. عدد المشتركين في صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك وصل إلى ما يقرب من 1,000,000 مشترك في أقل من شهر. المنتدى ضم 3,200 شاب ومدعو من 113 دولة. انقسم الحضور ما بين رؤساء دول، أولياء عهد، رؤساء حكومات ومدعوين رسميين، نماذج شبابية ملهمة ومجموعات شبابية من مختلف دول العالم. كنا حريصين على تنوع الموضوعات المطروحة في المنتدى، وانقسمت الموضوعات لخمس محاور أساسية تم مناقشتها على مدار 46 جلسة من خلال 222 متحدث لأكثر من 70 ساعة عمل. استقبلنا فيهم 1,600 سؤال تم الإجابة على بعضهم، وهيتم الإجابة على الجزء الآخر منهم من خلال الموقع الرسمي بتاعنا. عايزين نناقش بعض المحاور اللي تناولتها منتدى شباب العالم. أولها محور قضايا شبابية عالمية اللي ناقشنا فيها قضايا بتهم شباب العالم زي مكافحة الإرهاب وزي التغيرات المناخية وأزمة اللاجئين والهجرة غير المنتظمة. المحور الثاني خاص بالتنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال اللي تعرفنا فيها على رؤى الشباب لاستدامة لتحقيق التنمية المستدامة وتجارب شبابية في مجال ريادة الأعمال. المحور الثالث كان محور الحضارات والثقافات اللي تناولنا فيه موضوعات خاصة بالآداب والفنون والهوية الثقافية، وأيضا تناولنا فيه دور الفنون والآداب في إصلاح ما أفسدته الحروب والصراعات. المحور الرابع خاص بصناعة قادة المستقبل اللي استعرضنا فيه تجارب دولية مختلفة لتأهيل وتدريب الشباب. المحور آخراً وليس أخيراً نموذج محاكاة الأمم المتحدة اللي شارك فيه أكثر من 60 شاب من مختلف دول العالم، واللي استطاع فيه مبعوث الدول الوصول لمشروع قرار شامل لمكافحة الإرهاب وتوصل للعديد من النقاط المهمة، منها تأمين الحدود البرية والبحرية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتعاون الاستخباراتي ما بين الدول المختلفة لتأمين الحدود، وأيضاً تأمين الدول من خطر الحروب السيبرانية. وبجانب جلسات المنتدى كان في العديد من الفعاليات اللي بدأناها بحفل الافتتاح في القبة واللي كان ليه طابع مميز وتضمنت عرض أوبرالي من أوبرا عايدة، وكان في فعاليات تانية زي ماراثون السلام وعشاء جماعي بطابع بدوي والسبوت اللي كانت نقطة التقاء بين الشباب للتعارف والتفاعل من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة من شباب المنتدى. وخلال الجلسات دي كلها اتعرضت أفكار وتعرفنا على تجارب، ووصلنا في النهاية لمجموعة من التوصيات اللي احنا في انتظار سماعها من خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل. وبصراحة ما كانش ينفع ان احنا نوصل للختام بدون توجيه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكل الدعم والتشجيع ومشاركته معانا فعاليات المنتدى. ونشكر كمان جهات الدولة وشركاء النجاح اللي ساعدونا في تنظيم حدث كبير زي ده. شكر واجب وحاضر للشباب اللي كان سبب تنفيذ هذه الفكرة، خلية نحل من 1,000 شاب وشابة.
خلية نحل من 1000 شاب وشابة من مختلف محافظات مصر جم هنا لشرم الشيخ وقبليها التحضيرات بشكل متواصل وشكل تطوعي كامل لإخراج هذا الحدث المهم. ادونا دروس كبيرة جداً في إنكار الذات والإخلاص في العمل، وده في حد ذاته تجربة توازي تجربة منتدى شباب العالم، ونجاحها لا يقل أهمية أبداً عن نجاح منتدى شباب العالم. نتوجه أيضاً بالشكر لأكثر من 2000 مهندس وتقني وفني وعامل اشتغلوا هنا على مدار الساعة لإخراج هذا العمل المحترم. لإخراج هذا العمل المحترم الذي يليق باسم مصر وباسم شباب العالم أجمع. في البداية جمعتنا فكرة كشباب العالم للالتقاء للحوار والنقاش، لكن حالياً بتجمعنا فكرة أهم وأشمل، وإن إحنا عايزين نبدأ ننفذ. At the start, we needed to unite. At the start, we needed to come together. At the start, we needed to talk. Now we need to take action and make the change happen. United as the youth of the world. Now we need to act. المنتدى شباب العالم. وعلينا الآن أن نعمل. وشكراً.